النملة تستطيع أن تحمل وزناً أكبر من وزنها 5000 ضعف. سبحان الله، يعني هذه ظاهرة غريبة جداً وتكشف لأول مرة. العلماء كانوا يظنون أن النملة تستطيع أن تحمل 10 أضعاف وزنها، ثم بعد ذلك اكتشفوا أنها تستطيع أن تحمل 20 ضعف وزنها. ثم تعزز اعتقاد راسخ يقول بأن النملة تحمل 100 ضعف وزنها، ولكن هذه الدراسة الحديثة تؤكد أن النملة تحمل 5000 ضعف وزنها. دعونا نتأمل من خلال هذا الفيديو هذه الدراسة العلمية اللطيفة. في دراسة قام بها مهندسون من جامعة ولاية أوهايو عام 2014، الدراسة أمامنا، تبين أن النملة يمكن أن تتحمل ضغوطاً تصل إلى 5000 ضعف وزنها، والسر يكمن في قوة المفصل في رقبتها. تصوروا لو أن رجلاً وزنه 70 كيلوغرام وكان بقوة النملة، فإنه يستطيع أن يتحمل قوة ضغط تساوي 350 ألف كيلوغرام. معنى ذلك النملة أقوى منك أيها الإنسان بكثير. طبعا يقول العلماء إن النملة أثناء حمل الأوراق وتقطيعها ونقل الغذاء تستخدم تقنيات هندسية وتستخدم الكثير من المعادلات الرياضية، معادلات التوازن. هذا البحث يوجه ضربة قاسمة لنظرية التطور التي تعتقد أو تقول بأن كل شيء تطور بالمصادفة. فكيف تطور هذا المفصل الفريد من نوعه الذي يستطيع أن يتحمل 5000 ضعف وزن هذا الكائن؟ بل كيف يحمل الرأس ولا يتمزق على الرغم من تطبيق هذا الضغط الهائل؟ وهنا صورة بالمجهر الإلكتروني للرقبة كما نرى على اليمين، لمفصل الرقبة يقولون إن كما يقول الباحث كارلوس كاسترو أستاذ الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران في ولاية أوهايو، جامعة ولاية أوهايو، إن النملة بالفعل يمتلك أنظمة ميكانيكية رائعة، وكنا نعتقد أنه يتحمل 1000 ضعف وزنه، لكن تبين أن النملة أقوى من ذلك بكثير. وتظهر الصور الملتقطة بالمجهر الإلكتروني التصميم الرائع لمفصل رقبة النملة الذي يتمتع بمواصفات ميكانيكية مذهلة حيرت العلماء حتى الآن. ويقولون من عجائب ما رآه العلماء أن بعض أنواع النمل تعيش مع عبيد لها تجبرهم على جمع العلف اللازم للغذاء وتأكل معا، ولكن هذه النملات حريصة على إطعام العبيد، وإذا غابت العبيد أو أصابها مكروه تمتنع النملات عن الأكل حتى لو كان الغذاء موجودا، وربما تموت جوعا حزنا على العبيد. ويقول العلماء يعتبر السلوك الاجتماعي للنمل من أعقد أنواع السلوك في عالم الحشرات، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى خصص سورة كاملة اسمها سورة النمل. ويعتبر فك النملة أقوى من فك التمساح بكثير قياسا لحجمها. سبحان الله، هنا نتذكر قصة سيدنا سليمان مع النمل في سورة النمل. يقول تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سبحان الله، يعني تأملوا أيها الأحبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لا يحطمنكم، بالفعل النملة تتحطم لأن الهيكل العظمي لديها موجود خارج جسدها على الغلاف الخارجي لها، وبالتالي فإنه يتكسر لأنه صلب جدا. يعني تصوروا أن مفصل الرقبة درجة الصلابة أقصى أو أقوى من كثير من المواد في الطبيعة.
كيف يتحمل هذا المفصل قوة ضغط تكافئ 5000 وزن النملة، 5000 ضعف وزنها؟ فالتعبير في القرآن عندما قال لا يحطمنكم تعبير دقيق جدا، يتناسب مع قوة وصلابة مفاصل النملة وهيكلها العظمي. بالله عليكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع لو كان بشرا عاديا ليس رسولا، هل يستطيع أن يعبر بهذا الشكل الدقيق، لا سيما أن العلماء اكتشفوا أيضا أن النمل يتخاطب بلغة صوتية، ترددات صوتية تم تسجيلها مؤخرا، فالنملة تتكلم كلاما حقيقيا كما أنبأ بذلك القرآن؟ يعني من أخبر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوة النملة وصلابة غلافها الخارجي وصلابة مفاصلها حتى يستخدم هذا التعبير لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ سبحان الله. والله إن هذه الآية أيها الأحبة وهذه الحقائق لتشهد على وجود خالق لهذا الكون. الذي خلق هذا النمل هو الذي أنزل هذا القرآن وأخبرنا عن النمل بهذه الآية الرائعة.